زرنا كل العرافات، طرقنا أبواب السحرة والمشعوذات، وضعنا اسمه في كل المستشفيات. فعمر الرزاز رئيس وزرائنا الذي وعدنا بالنهضة كان يقلقنا اختفاءه تماماً عن المشهد وسط اشتعال أزمة المعلمين المطالبين بأبسط حقوقهم، لكنه ظهر أخيراً والله العظيم كحلنا عيوننا شفته، فقد أطل علينا عبر التلفزيون الأردني ليؤكد تمسكه بربط العلاوة التي يطالب بها المعلمون بمؤشر الأداء. ولذلك لا يسعنا سوى القول عظم الله أجركم أيها المعلمون، فمؤشر الأداء الذي يتحدث عنه أبو نهضتنا هو نفسه الذي أتى بوزراء لا نعرف لماذا أتوا، وأطاح بوزراء لا نعرف لماذا غادروا. فعلا على رأي المثل، يا مستني الرزاز يعطي العلاوة للمعلمين، يا مستني صناعاتنا تصير أقوى من الصين. أنا ما بغيبش كده أنت، أنا بغيب عشان أفنن، عشان أرسم، عشان أخطط. أنا شغلتي شغلة مزاج يا أستاذ، مش لعب عيال.